الحلويات التي يكثر بيعها في شهر رمضان اللبية، التي تدخل ضمن أنجح النشاطات التجارية في رمضان وأكثرها دراً للمال. بل أكثر من ذلك، فإن بعض المحلات تغير وجهتها التجارية فقط لبيع اللبية. سنتابع خلال هذا الروبورتاج الذي أنجزه الصحفي يوسف نكاع كيفية إعدادها في محلات بوفاريك المعروفة بإنتاج أجود وألذ أنواع اللبية في الجزائر. ولأن لكل صنعة سر خاص، كاميرا جزائريون تمكنت من إقناع أحد أقدم البائعين ليطلعنا على السر الذي يميز لبية بوفاريك. ولن نقول لكم ما هو السر، بل سنترككم تشاهدون. لطالما اعتبرت الزلابية أحد لوازم موائد الإفطار عند الجزائريين ولسنوات عديدة، فمنهم من ينتقل بين الولايات فقط لكي يظفر بكيلوغرام زلابية من النوع الشهي. وفي هذا الروبورتاج سنتعرف على كيفية إعدادها، وليس أحسن من محلات بوفاريك التي أصبحت سمعتها كبيرة في أرجاء الوطن نظرا لجودة الزلابية التي تعدها المحلات هناك. جينا نشرو زلابيه، وزلابيه تاع بوفاريك كلو مشهوره من بكري، ماشي على الفري ولا على اخر. بكري يقول لك الزلابيه تاع بوفاريك مليحه. عطينا هذا. لا يعني ماشي كيف كيف تاع الجزائر تاع بوفاريك، ماشي كيف كيف تاع بوفاريك في العالم يهضروا عليها قاعدتك، ماشي غير في الجزائر ولا حاجه. واش راك شاري؟ شاري زلابيه. تشريها بين نسكن في الجزائر ونجي نديها من هنايا خاطر تعجبنا. انا تجي مليحه سخونه بنينه شغل بلادها. تساير ما ديرهاش مليحه. تختلف الروايات حسب أصل تسمية الزلابية، فمنهم من يقول أنها من تسمية زرياب الذي ابتكرها عندما سافر إلى الأندلس، ومنهم من يقول أن أحد التجار أمر طباخه بطهي الحلوى للضيوف، فلم يكن في المطبخ إلا الزيت والسكر والدقيق، فوضعها في المقلاة، وعندما رأى الزلابية غريبة الشكل قال زلت بي، أي أخطأت في إعدادها. وهذه الرواية هي الأكثر شيوعا حول تاريخ الزلابية. كلمة زلابية اختلفوا المراجع بزاف. كاين اللي يقول لك بلي واحد خسرت له العجينة، خسرت له العجينة قال زلابية. وكاين اللي يقول لك سماوها على زرياب، وهي شغل بعيدة على الاسم هذا، قال لك سماوها على زرياب وهي شغل ما نظنش. وكاين اللي يقول لك محسوب شغل زلابيه واحد هو اللي سماها، وهي الراجح واحد اخطا في العجينه. كي اخطا في العجينه سماها زلابيه، سما غلطه في العجينه هو سماها زلابيه. هي اول خطره دخلت زلابيه دخلت البوفاريك، ومن بعد انتشرت على عنابه وشغل قسنطينه وسطيف، ولات شغل هذه حلويات شرقيه. بصح هي الاصل دخلت في البوفاريك في 1839 ولا قديمة هي. ألهمت الزلابية العديد من الشعراء، فمنهم ابن الرومي الذي قال فيها: ومستقر على كرسيه تعب، روحي الفداء له منصبي تعبي، رأيته سحرا يقلي زلابية في رقة القشر والتجويف كالقصب، يلقي العجين لجينا من أنامله فيستحيل شبابيك من الذهب. هي زلابية بكري تجي طويلة وتجي خشينة، هذيك زلابية. خلينا هذيك تبديع تاع هنا نوفو، هذوك تاع نوفو اللي بكري ما كناش نسمعوا. هذه بكري الناس بالك كنت صغير كانوا خاوتي يخدموا، تجي هنا خاوتي بداو كيخبداو هنا بداو نقطر 20 سنت. حرمت هذا تشوفي ما كانش كاين تبديع هذايا تاع الكوكا واللوز والبندق، ماكش من هذه كاع، هذه كاع
وش ماكش ولا سيفيليزاسيون كش تبدلت حبوا يديروا يحبوا الزلابيه مودرن ولا الكوكا ولو زيد دخلوا لها فاسي ماكش من هذه قاعد بالك بهذه هي الزلابيه تاع ابو فارك هاكا هاك تشوف كيفاش راهي طيب راكم شفتوا كلش هاو العجينه هاو عندك العجينه هاو بس ما بريباري العجين بالسميد والماء والخميره تاع البولونجي هذا ما كان يريح ربع ساعه في الفتره تاع الكوشه وخلوه يخمر دو جور ولا تروا جور وتولي هاكا زلابيه هاك تشوف فيها في المقالي كيفاش راهي لا لا العجين يوزن في ربع ساعه يضرب باش يخمر واحد دو جور ما كاش حاجة جديدة لا روسات خرجت كاين بزاف يقول لك فيها اسرار وهي السر تاعها الحسيلة كي تكون الحسيلة تاعها شابة تخرج زلابية شابة المرحلة الأولى من تحضير عسل الزلابية تتم بإفراغ الماء في برميل يسع لأكثر من 500 لتر المرحلة الثانية يقوم فيها صانع الزلابية بتقطيع الليمون لإعطاء نكهة خاصة لعسل الزلابية وبالنسبة للمرحلة الثالثة يقوم بإفراغ قنطارين من السكر وخلطه فوق نار هادئة وينتظر لأكثر من ساعة ونصف حتى يجهز العسل يا خويا صحة رمضانكم وتبارك الله فيكم ولا لقينا ساعة الخير هذه ليالي شهر رمضان